الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري. أما بعد، يا عظير أبيه. شنو إير؟ كلمة جميلة أو كلمة قبيحة؟ عظير أبيه كلمة، جملة جميلة أم جملة قبيحة؟ كلمة قبيحة، جملة قبيحة. أما أمير المؤمنين دا يستعمل الكلمة القبيحة والجملة القبيحة في حق أبي موسى الأشعري اللي أقبح من الكلمة القبيحة ومن الجملة القبيحة. أبو موسى الأشعري في سبيل الدنيا ما كان مستعد فقط أن يعظ إير أبيه، وإنما كان مستعد أن يطبب راسه في طيس أبيه وفي طيس أمه أيضا. فرد واحد قذر، وصخ، زنديق، ملحد، كافر، منافق، ناصب، ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة، فرد شي كان أصلا لا يصدق. عندما أمير المؤمنين يقول في حقه يا عظير أبيه، نعرف أنه شنو.